هوا مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وزي ما قلنا على تطور التكنولوجي اللي بيحصل في احياء القاهره الفتره اللي فاتت، وده حقيقي جدا حي مصر الجديده. بس انا بس عايز الاول، اخيرا خلصنا وخلص سياده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره طبعا بالاجهزه التنفيذيه اللي معاه، نقل وازاله منطقه بطن البقره العشوائيه بحي مصر الجديده بنسبه 100%. الراجل تعب فيها جدا الصراحه، كان فيها عدد سكان كبير جدا، يمكن تم ازاله حوالي 810 او 811 عقار عشوائي بالمنطقه، تم اخلاء وتسكين بقى 1850 اسره، تم نقلهم طبعا لمساكن حضريه بمشروع الاسمرات. ومش هنقول طبعا على النقله اللي حصلت في حياه المواطنين هناك ما بين الحي العشوائي اللي كانوا عايشين فيه ما فيهوش اي من الخدمات الادميه اصلا، وصولا لتواجدهم في حي الاسمرات بقى من ملاعب ومدارس وخدمات وحاجات كتير جدا. فبشكر الصراحه اللي هو خالد عبد العال على المجهود اللي عمله من المناطق اللي كان فيها شغل كتير. يعني في مناطق عشوائيه كتير اتنقلت الفتره اللي فاتت، ولكن بطن البقره من المناطق اللي كان فيها شغل كتير وفيها شغل كمان معنوي ازاي يقعد يشتغل مع الناس ويقنع الناس، وده كان بيعمله بنفسه صراحه. بعرف بينزل معاه كمان استاذ النواب وبينزل معاه رؤساء الاحياء والاجهزه التنفيذيه كلها، ولكن هو كان بيتعمد ان هو ينزل بده بنفسه عشان يقدر يقنع المواطنين وازاي النقل ده هيفيدهم. طبعا هو ما بيبقاش شايف، المواطن ما بيبقاش شايف، اما بيتنقل بقى ويروح الحياه دي بتفرق كتير جدا. زي ما قلت لحضراتكم احنا خلصنا موضوع المصالحات او بيخلص، وخلص هنا بتكلم من معنى ان الدوله عملت مجهود كبير فيه والمواطن بدا يستفيد وبدا يحس ان المصالحه دي فرقت معاه، فرقت معاه في قيمه الوحده، فرقت معاه في قانونيه الوحده. طيب ما عشان ده ما يتكررش تاني، كان دايما بنلوم المواطن، طب انت ما بتروحش مثلا الحي تسال على العقار ده مترخص ليه ولا لا؟ طبعا كان اغلبيه العقارات مش مرخصه عشان نبقى صراحه، بس ولكن دلوقتي حي مصر الجديده وفي احياء كمان كتير موجوده في القاهره بدات بقى في التطور الميكاني لده والتطور التكنولوجي. طبعا مصر الرقميه احنا رايحين ليها خلاص ورايحين فيها بقوه جدا. اشتغل عليها بقى رئيس حي مصر الجديده الفتره اللي فاتت، وعمل كتير من الخدمات اللي ممكن تتقدم لسكان الحي، يقدر يسال فيها بقى على الرخصه، قانونيه العقار، هل يقدر يشتري مثلا العقار ده هو لسه مترخص ولا لا، رخص المحلات يجدد ازاي، تفاصيل كتير جدا خلينا نعرفها من سياده اللواء حسن موافي رئيس حي مصر الجديده. سياده اللواء مساء الفل. مساء النور يا فندم، مرحبا بيك بحضرتك والساده المستمعين. بشكركم على فكره على التطور السريع، يعني طبعا مصر الرقميه رايحين لها كده كده، بس حضرتك من الناس اللي بدات بسرعه وبدات تقدم خدمات لسكان حي مصر الجديده بسرعه. ايه الخدمات اللي ممكن دلوقتي كل سكان مصر الجديده بيسمعونا يحسوا انها هتعمل الفتره اللي جايه وبسرعه؟ حي مصر الجديده اتشرف ان هو كان الحي النموذجي لتطبيق التحول الرقمي على مستوى الجمهوريه، ومن خلال التجربه اللي تمت فيه خلال الاعوام السابقه اللي النهارده ابتدينا نحصد ثمار التطور ده، ابتدى حي المتعاملين مع حي مصر الجديده يقدروا يتعاملوا مع اكثر من 123 خدمه متفرقه، منهم خدمات تقدر تتعامل من خلال منظومه الاونلاين، في خدمات لازم يتشرفنا بيها اللي هي تحتاج تقديم المستندات الاصليه او الحدود لاثبات الشخصيه، لكن اي خدمه مش محتاجه المواطن مش محتاجه المستند الاصلي نقدر نقدمها من خلال الاونلاين. زي خدمه تجديد رخص المحلات، تجديد رخص الاشغالات او الاعلانات، اللي هي الحاجات الروتينيه. في مدد، في بيبقى مدد بينيه بين كل تجديد او كل معينه ومعينات، طالما انا مش محتاج المواطن، طالما مش محتاج المستند الاصلي، انا اقدر ان انا اقدم له خدمه مباشره. غير كده كمان قدرنا ان احنا في التنسيق مع وزاره التخطيط ووزاره التنميه المحليه برئاسه السيد المحافظ، ان احنا كنا اول حي وزاره التخطيط توافق له على مركز تكنولوجي متنقل، ان شاء الله الخدمه دي هتتقدم في خلال ايام قليله. نقدر ننتقل بيها لاماكن تواجد المواطن اللي هو قد يكون بيعاني من صعوبه الانتقال او صعوبه صرف مكان عمله كمحل او مكتب، نقدر نروح نحن في اقرب مكان له بحيث ان هو نقدر نقدم له الخدمه مباشره، طالما في خدمه التجديد الروتين بحيث ان احنا نوفر له وقته ونوفر في نفس الوقت كده. يا سياده اللي هو حضرتك قسمت لي الخدمات من اسامي من خدمات اقدر اعملها اونلاين. اونلاين دي يعني ايه؟ يعني هروح مثلا المركز التكنولوجي ده هيديني موقع مثلا اشتغل عليه فاقدر اعمل الخدمه، ولا مثلا انتوا عاملين موقع او عاملين ايميل او عاملين حاجه بتتواصلوا من خلالها؟ لا، في موقع وزاره التنميه المحليه، خدمات التنميه المحليه يقدر يخش
هيلاقوا خدمات الانتاح موجوده من ضمنها مثلا كانت خدمه التصالح اللي يعني حضرتك بتفكر في تقدمها. ايوه. لان ممكن خدمه التصالح كانت بيقدم اول الطلب بدايه من رقم بيرفع رقم القومي بتاعه المستند الملكيه وبالتالي بياخد يقدر يشتري النموذج ثلاثه بعد كده. تمام. احدى الخدمات اللي هو مش محتاجين ان هو يجي لنا في البدايه لحد ما نحدد له ميعاد معين واحنا نروح له. بتاعت احدى الخدمات. خدمه في النهارده احنا في اطار المنظومه الجديده بنحاول بالتنسيق مع جهات الدوله ورقمنه الرقم اللي حضرتك بتقول ان احنا ننسق مع جهات الدوله المختلفه بحيث ان احنا نقلل التوجه المواطن للجهات المختلفه بحيث ان هو يقدر يقعد عند الحيز يقدم في مركز التكنولوجي نقدر نتواصل مع وزاره الاسكان مع المرافق مع المجمعات مع الخط المحيطين مع الجامعه الفلوس الهندسه اللي بتبحث في الكلام ده هو يجي لي مره واحده او اثنين بالكثير ونقدر ننجز له الكلام ده طالما استنادته مستوفاه. تمام. طب سياده اللواء انت حي مصر جايه من الحياه كبيره والعدد سكانها كبير، هل نسقت مثلا مع وزاره الاتصالات بقى الموقع ده مثلا ما يقعش الموقع ده لو انا عايز لان خدمات كتير وسكان مصر الجديده هيفرحوا جدا بخدمات حضرتك دي فكله غالبا هيخش اونلاين. في تنسيق مع وزاره الاتصالات حصلت بقى لتقويه الشبكه لتقديم خدمات مثلا للمركز التكنولوجي ده بشبكات جديده، ايه اللي حصل؟ حي مصر الجديده برضه كان من الاحياء المحظوظه ان هو من اوائل الاحياء اللي تم فيها مد شبكه النت بسرعه ونفذناها خلال الاسبوع العام الماضي بالتوازي مع تطوير المحاور الرئيسيه اللي تمت على مستوى شرق القاهره. تم تغيير كافه شبكات الانترنت في السنترالات وبالتالي الخدمه اتحسنت بدرجه كافيه وفي خط مؤمن للمركز التكنولوجي مع السنترال. ست اللواء؟ مع حضرتك. اه تمام سامعك اتفضل. اه بقول لحضرتك في خط مؤمن خاص بالمركز التكنولوجي مع وزاره الاتصالات بحيث ان هو دايما يكون السرعه فيه ثابته. تمام. الخدمات بقى برضو من الخدمات اللي ممكن مثلا اقدمها اونلاين لان دي مثلا انا اشتريت شقه جديده عايز بقى اوصل المرافق بتاعتها حتى لو المرافق مؤقته مثلا كهرباء بقى والميه والحاجات دي يا فندم دي متوفره اونلاين ولا دي لازم برضو اروح اقدم عليها واروح شركه الكهرباء والكلام ده؟ لا خلينا نقول ان حضرتك كنت اتكلمت عن طلب الافاده عن صحه التخفيف او صحه للعقار او للشقه اللي انا بستهدف. اه انت عايز تجيبني في الشراء من الاول صح برافو عليك. انا رايح اشتري شقه في مصر الجديده دلوقتي هسال مين؟ عندك في خدمه دلوقتي توفرت ان احنا نقدر نعمل طلب اشاده عن الوحده السكنيه اللي صرت بسرعه في شرائها بحيث ان نقدر نقول لحضرتك فيها بيان وجود مخالفات من العالم زي ما عم بتروح تشتري عربيه مستعمله. تمام. ذلك السعر ده دي شهاده بيانات. صحيح. بتجيب لحضرتك شهاده بيانات ان هي خاليه من المخالفات او معلش مخالفات حتى تاريخ الشراء. فبالتالي احنا الخدمه دي توفرت عندنا بحيث ان هو ياخد شهاده يسمح له ان هو يضع راس ماله في شقه مؤمنه بحيث ان هو وبيمدوا يا سياده اللواء معلومه كامله لان عارف حضرتك برضو ممكن مش بس حي مصر الجديده في لسه عقارات كتير تحت الترخيص، هل بيمدوا بقى معلومه اه العقار ده داخل في اجراء الترخيص فانا ممكن اشتري الشقه مفيش مشكله؟ تمام. ما هو ده بيقول لحضرتك بيستعلم عن صحه البناء للعقار او الوحده اللي بتشتري بتاعت العقار. بتقول ان العقار الوحده ما لهاش مخالفه العقار ما لهوش مخالفه ياخد بيان كامل بيأمنه. صحيح. فيقدر من خلالها بقى ياخد القرار اه اشتري ده العقار ده مؤمن. ياخد قرار. وفي الحاله دي طبعا لما تمشي العقار او الوحده موثقه ومرخصه وقيمتها الماديه بتبقى محتفظه بيها غير لما طبعا غير اه. طب والخدمات بقى يا فندم هل الخدمات دي بتبقى عند حضرتك ممكن تتقدم برضو من خلال الموقع بتاع الحي؟ ممكن تتقدم في الموقع الحي سواء بحضور احنا عندنا خدمه ثانيه انت ممكن على طريق النت تحجز ميعاد بالنسبه تيجي تقول انا عايز اجي الخميس الساعه 12 الظهر عشان الاحد اقدم خدمه الكلمات تيجي الساعه 12 الظهر تلاقي مثلا تخش على الشيخ ده مباشره تقدم خدمتك وتتفضل ان شاء الله. يعني عشان ما اجيش انتظر انا بحجز قبليها بميعاد كافي آه. فحضرتك بتحدد آه. لي ميعاد مع الموظف المعني بالخدمه بتاعتي بتيجي تقعد معاه تخلصها على طول. ومتحدد له شباك مخصوص للاماكن اللي هي للطلبات اللي على طريق الحجز على طريق الانترنت حجز الرقم. بيمسكني بقى سياده اللواء موظف واحد ولا بيرحلني ال 10 15 موظف بقى جوه من هنا لهنا لهنا لهنا؟ في الحي انت بتتعامل مع موظف واحد. هاي. بتقدم خدمتك تاخد اتصال باستلام الطلب بتاع حضرتك بتحدد لك في ميعاد للرد على حضرتك لو في اي استفسار او في اي بيانات مطلوب استفسارها بعد ما الفحص المبدئي
يجي لك رساله عن طريق اس ام اس على الموبايل اللي حضرتك بيبقى سايبه عندنا في المركز ويقول لحضرتك برجاء التكرم بالتوجه بالمستند الفلاني او تم انتهاء الخدمه يرجى التكرم بالتوجه للحي الاسلامي في خدمتك او في مصاريف او رسوم مخدمه الصحه بحددها لك وبعتها لحضرتك بقول لحضرتك يرجى التكرم بالتوجه للحي الاسلامي الرسوم بحيث ان انت تيجي برضو عارف ان خدمتك وصلت للمرحله اللي احنا محتاجين حضرتك فيها. هي. في خدمه ثانيه النهارده انت مش عايز تيجي خدنا منك كل حاجه والموضوع منتهي. في خدمه ثانيه ان انا اوصل لك الطلب بتاع حضرتك بالبريد في بروتوكول معمول مع وزاره الاتصالات وهيئه البريد مع وزاره التنميه المحليه ان انا النهارده بعد انتهاء الخدمه اقدر اوصل لك الكلام ده من خلال الخطابات في جلب علم الوصول لحد عند حضرتك. كل الكلام ده ان شاء الله بنفعله وبنتقدم فيه يوم عن يوم. تمام. هندس فرصه حضرتك موجود معايا وهطمن على حي مصر الجديده بصفه عامه، يعني انا يمكن كان من سكان مصر الجديده فعارف الحي. حصل تطور في شكل النظافه بتاعه، حصل تطور في شكل الاضاءه بتاعه، ودي كانت مشكلات دايما بنعاني منها زمان، كان بيبقى فيه ضعف في الامكانيات، فبقدرش اتكلم مع رئيس الحي ولا اتكلم مثلا مع نائب المحافظ، ما هو الراجل معذور او الشركات النظافه والحاجات دي مش موفره له كل ده. حليت ده يا فندم؟ اعتقد لان الصوره في الشارع بتقول كده. لا ما اقدرش اقول ان الفتره الحاليه هي فتره من اسهل الفترات اللي حياتنا في الجديد. صحيح. بقالنا سنتين تطوير مستمر، تطوير مش تطوير عادي، دي بتبقى نقله حضاريه مش عايزين في اطار الجمهوريه الثانيه زي ما الاستاذ رئيس اتكلم عليها. احنا كل محاور مصر الجديده اتطورت بما فيها الشبكات، المرافق، الميه، الصحي، اللي كانت فيها شغل كلها اتغيرت بما يتبعه من تهدير شبكات الانهار واعمده الانهار. صحيح. احنا الحل اللي اتعمل في مصر الجديده خلال السنتين الماليه لا طفره حضاريه بكل المقاييس. بالنسبه لمنظومه النظافه في اتفاقيه تم تفتحها خلال الفتره السابقه السنين تقريبا، التطوير من خلال المنطقه الشرقيه بالكامل مع مشاركه الاداره المخلفات ومخلفات الطلبه، بحيث ان احنا ان شاء الله في خلال تاريخ قليل الشركه دي هتنزل تتعامل كبديل لهيئه مروحه التبديل القاهره في نقل المخلفات. ان شاء الله هتلاقي في تغير على الارض الواقع يحوز اعجاب المواطنين ويحوز اعجاب حضرتك الاستاذ حسام مصر الجديده. ان شاء الله باذن الله. كل الشكر لسياده اللواء حسن موافي رئيس حي مصر الجديده، بشكره اولا ان هو موجود معانا، بشكره ان هو ساعه صدره عامه ان هو بيتقبل كتير من مشكلاتنا الصراحه وبيحلها اول باول. يمكن روز هريعه على طول بتبعت له كل الشكاوى اللي بتيجي حال بلدنا، والراجل بيستجيب معانا جدا. بشكره كمان مره ثانيه على التطور الفكري اللي حاصل وحياه مصر الجديده. يمكن انا بقول لسياده اللواء عشان انا من سكانها فبشوفها كتير، كل يوم في جديد بيحصل، يعني ده ما كانش بيحصل زمان، بالعكس كنا بنتكلم حتى في البرنامج او نتكلم حتى على المستوى الشخصي لما نروح نقابل اي قول كانت الحاجه لو هتتحل بتاخد وقت طويل جدا. لا دلوقتي كل حاجه تتحل لوحدها، يعني مش محتاج انك تقول، بتبقى عارف انك مثلا في المشكله الفلانيه هي هتخلص يومين ثلاثه، لو ما خلصتش انت هتبدا تتحرك بتلاقيها خلصت. فهو تطور فكري الصراحه حاصل في حي مصر الجديده وكتير من الاحياء بره، بس احنا زي ما اتعودتوا معانا زي مثلا بنجيب رؤساء الاجهزه للمدن الجديده بنحاول نخش كمان على المحافظات، نخش على رؤساء الاحياء نتابع معاهم اول باول ايه الجديد اللي بيحصل. زي ما سياده اللواء شرح لنا عندنا كتير من الخدمات دلوقتي اللي بتتقدم وبتقدم اونلاين، وده دي ميزه، اولا ميزه عشان كوفيد طبعا وعشان ما بقاش في احتكاكات كتير، والميزه الثانيه عشان وقت شغلك او وقت ظروفك. انت دلوقتي لو انت عايز هتبقى فاضي يوم الخميس الساعه 12 زي ما الست اللي هو قال، بتحجز ميعاد مع الموظف المعني للخدمه انت عايز تعملها وتروح تقعد معاه. انا عارف في كتير من اللي بيسمعنا مش هيخش على الموضوع الاونلاين دلوقتي، روح واقعد ومفيش مشكله خالص، والموظف ده هيمسك طلب حضرتك لحد ما يخلص. او بتخش بقى على الموقع بتاع وزاره التنميه المحليه وهتخش جوه الاحياء محافظه القاهره، ثم تخش على حي مصر الجديدة وتخش تطلب الخدمة اللي انت عايزها، سواء بقى تجديد رخص المحل التجارية بتاعتك، سواء عايز تسأل عن عقار، سواء عايز تقدم فيه مرافق الدولة المختلفة سواء كهرباء او مياه او الكلام ده كله، شهادات صلاحية للمبنى نفسه ماشي اشتري ولا ما اشتريش من بداية الموضوع، لو انت من السكان الجداد اللي هتيجي تشتري، خدمات كتير جدا ممكن تبقى اونلاين. فده تطور كبير بنحاول نتابعه اول باول، بنتابعه طبعا على مستوى الدولة كبير، وبنتابعه على الأرض بيحصل إيه من الخدمات اللي هتتقدم لي، يعني تحول الرقم ده هيفيدني بإيه أول بأول. خلاص.